عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص جاهز انت مع هذا نبدأ. أعطيك إشارة. اخواننا بالله لا تشتغلوا بشيء، يعني اتركوا الكتب فقط، الشيخ خالد هو اللي يقرأ من النسخة. تم يعني اذان صاغية. طيب ان شاء الله. فالكتب اتركوها الى بعد الدرس، نتفاهم ان شاء الله كيف نراجع، كيف نضبط، كيف العشاء الساعة كم؟ 7:45. واحنا نوقف الساعة كم؟ قبل 5 دقائق. طيب نوقف على 7:15. طيب ماشي الحال، ما نختلف ان شاء الله. لو تخفض هذا شوي. اي الله يكرمك. انت تعال هنا ابو الحارث احسن. ايوه ما في برد؟ لا لا ما في برد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ بدراسة كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. أولا، لماذا ندرس هذا المتن المبارك؟ ندرس هذا المتن نصيحة العلماء، ونريد إن شاء الله تعالى أن نجمع بين الدليل والحكم. وعناية العلماء، العلماء اهتموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألفت مؤلفات، وفي القديم كانت المؤلفات بالأسانيد، ثم حدثت الأسانيد. ومن أوسع الكتب وأفضل الكتب والله أعلم هذا الكتاب بلوغ المرام. قالوا من حفظ الزاد أفتى بلا زاد، أو أفتى بين العباد. من حفظ الزاد، زاد مستقنع في اختصار المقنع، من حفظ الزاد أفتى بلا زاد أو أفتى بين العباد. اعترض بعض العلماء منهم الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز، قالوا لا، من حفظ البلوغ، مفهوم؟ والبعض قال حفظ زاد وبلوغ، حفظ زاد وبلوغ كافيان في نبوغ، كافيان في نبوغ. أردت أن تكون نابغة، احفظ البلوغ والزاد. وجاء رجل للشيخ بن باز رحمه الله تعالى وقال يا شيخ، المتون كثيرة، فأريد تختصر لي المتون، لا أستطيع على كل المتون. فقال رحمه الله الشيخ بن باز، قال كتاب التوحيد وبلوغ المرام، فمتن مهم جدا. أردت أن تحفظ متن من المتون، إيش تصنع؟ تختار متن اعتنى به العلماء، كثرة النسخ عليه، كثرة الشروحات. الآن تجد شروحات كثيرة من مسموع ومكتوب، نسخ كثيرة، طلاب كثر يحفظوا هذا المتن يدرسوه، صحيح؟ فعناية العلماء بهذا الكتاب أولا فيه أن الله سبحانه وتعالى وضع له القبول في الأرض. الثاني، يعني تجد من يساعدك في الشرح، في النسخ، تضيع منك نسخة تجد غيرها، بخلاف بعض المتون الآن لدينا لا، قد لا تجد لها ولا شرح واحد، وهذا مهم جدا. فعناية العلماء بهذا الكتاب، يا شيخ اترك كل شيء، نعم، يدل أن هذا الكتاب اهتم به العلماء. فنحن ندرس هذا الكتاب لعناية العلماء رحمهم الله تعالى به، نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يبدأ العلماء بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. يا أخي اترك الكتاب، واقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، واقتداء بعلماء السلف.
وتيمنا وتبرك البداء بسم الله، واستئناسا بحديث وإن كان يضعف من بعض العلماء. أولا هنا قد يورد المصنف بعض الأحاديث وتكون ضعيفة، وهذا لا ينقص من قدر الكتاب، وقد يتعمد المؤلف إيراد بعض الأحاديث الضعيفة، إما أن ينبه أن هذا لا يصح فلا يكون به العمل، أو يريد فقه من هذا الحديث وإن كان ضعيف، وسيأتي بإذن الله تعالى توضيح هذا، وهذا لا ينقص من قدر الكتاب. كأنه يقول بسم الله أؤلف أو أكتب. نعم. ربي يسر بخير. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. نعم، يحمد العلماء رحمهم الله تعالى اقتداء في أول الكتب، لأن الله أنزلهم هذه المنزلة، منزلة ورثة الأنبياء، ويحمد الله سبحانه وتعالى لأن بالحمد تدوم النعم، واقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بعلماء السلف، ثم يأتي العلماء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل خير يلحق هذه الأمة سبب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا. نعم، هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم هم نقلوا لنا الدين، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، رضوان الله على الصحابة أجمعين. وهؤلاء قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى يحملوا لنا هذا الدين. نعم. وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. نعم، وأثنى كذلك على العلماء والأئمة. نعم. أما بعد، فهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. نعم، هذا مختصر. وقال العلماء رحمه الله تعالى أن الطالب يبدأ في الحديث يبدأ بالأربعين، ثم يرتقي بعد هذا لعمدة الأحكام، ثم يرتقي بعد هذا للبلوغ. وهو يقول هذا مختصر، مختصر في زمنه، أما في زمننا الآن هو من المطولات، بل من أطول المطولات قد يكون هذا، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا. يقول يشتمل على الدليل والحكم. نعم، وهذا من أحسن ما يكون أن تأتي بالدليل والحكم. لماذا؟ حتى تستدل على المخالف، وتستنبط الأحكام من أدلتها على أسس سليمة، وتسير على الاتباع للتقليد. نعم. حررته تحريرا بالغا. جزاه الله خيرا. وهذا ليس من التزكية، هذا من بيان الواقع، لأنه لابد يبين لك ما في هذا الكتاب، هذا ليس من تزكية الكتاب. نعم، لابد يكتب لك ماذا صنع في هذا الكتاب. نعم. ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا. نعم، إذن اختصر وحرر حتى يصبح ويصير من يحفظ هذا المتن المبارك نابغا بين أقرانه. نعم. إذن لابد من الحفظ، احفظ فكل حافظ إمام. ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. نعم، يعني يصلح للمبتدي وكذلك للمنتهي. نعم. وقد بينت عقب كل حديث من خرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. جزاه الله خيرا. يقول يبين لك من خرجه من الأئمة حتى تبرأ ذمة المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، ببيان مرتبة الحديث. نعم. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم والأخير، وبالمتفق البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. نعم، هذا الآن جاء بالتسمية، ثم أراد أن يدعو رحمه الله، قال:
فالله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. آمين. هذه هي مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. الآن نريد نمر على الكتاب بأكمله، نمر على الكتاب بأكمله. فالفقه والأحكام والأدلة كذلك يقسمها العلماء إلى قسمين: عبادات، ولا بد نبدأ بالعبادات لأنها أشرف، ثم المعاملات. إذا نقسم هذا الكتاب إلى قسمين: عبادات ومعاملات. العبادات أركان الإسلام الخمسة، ويضاف إلى هذه الأركان الخمسة الجهاد، ويضاف مع الصلاة كتاب الجنائز. إذا عندنا أولا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول، هذه كتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم الجنائز، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الجهاد. هذا القسم الأول انتهينا منه. ثم تأتيك المعاملات. المعاملات ما هي؟ تبيع وتشتري، لأنه يؤلف لك أصلا. تبيع وتشتري، حصل لديك مال، ماذا تصنع؟ نكاح، وبعد النكاح يأتي الطلاق، وبعد الطلاق تأتي العدد والاستبراء وما إلى ذلك، وبعد هذا يأتي تزوج. أول باع واشترى، حصل له مال وتزوج وطلق، الآن أصبح إشكال مع أهل الزوجة وكذا، لابد من الجنايات. نعم، يتعدى، كلا إن الإنسان ليطغى أن راه استغنى، نسأل العافية والسلامة. جنايات، وبعد الجنايات لدينا قضاء، حدود، صحيح، وما يلحق من هذا الشهادات وغير ذا، وسأتك بالأطعمة والأشربة، وكتاب جامع. مفهوم؟ أي نعم. إذن نحن نمر الآن على الكتاب بأكمله حتى نتصور هذا الكتاب. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: أي كتاب تقتنيه؟ أقل ما تقرأ فيه تقرأ المقدمة حتى تعرف مصطلح المؤلف والغرض من التأليف، وتقرأ فهرسة الكتاب حتى تعرف محتوى الكتاب. نعم، كتاب الطهارة. كتاب الطهارة يبدأ العلماء رحمهم الله تعالى بالطهارة، وأرادوا أن تطهر الباطن قبل طهارة الظاهر. كتاب الصلاة، تطهر الآن يصلي. اترك الكتاب يا أخي، يا أخواننا اترك الكتب. نعم، كتاب الجنائز. كتاب الجنائز، عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أن يقدموا الأمور في أول مكان تذكر فيه، المسائل في أول مكان تذكر فيه. من أحسن ما ينتفع به الميت بعد موته الصلاة عليه. نعم، ولذلك ذكرت مع الصلاة. نعم، لأنه ناسب أن في الصلاة يذكر الصلاة على الميت، فوضع كتاب الجنائز بأكمله. نعم، كتاب الزكاة. نعم، ثم الزكاة. كتاب الصيام. نعم، كتاب الحج. والأصل أن يأتي هنا بكتاب الجهاد حتى تكتمل المسائل العبادات، ثم ينتقل إلى المعاملات. نعم، كتاب البيوع. كتاب البيوع أول شيء في المعاملات، يبيع ويشتري. كتاب النكاح. نعم، وباع اشترى وحصل له مال تزوج. كتاب الطلاق، وبعد هذا يطلق. كتاب الجنايات. كتاب الجنايات، وبعد هذا تحصل اشكالات مع اهل الزوجة فيتعدى عليهم او يتعدى عليهم. نعم، هذا واقع اخواننا، هو يؤلف لك. نعم، كتاب الحدود. كتاب الحدود. نعم، كتاب الجهاد. كتاب الجهاد، سبحان الله، احنا قلنا الجهاد من العبادات، لماذا وضعه هنا في المعاملات؟ هو هذا الكتاب يقول مختصر، صحيح، فأراد بالجهاد هنا أن يبين لك أحكام التعامل في الجهاد مع غير المسلمين، ولا يريد أن يذكر لك كتاب الجهاد من حيث أنه عبادة. مفهوم؟ نعم، كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة والأشربة. نعم، كتاب الأيمان والنذور. الأيمان والنذور، لماذا في كتاب واحد؟ لأن النذر في الأحكام قريب جدا من النذور، قريبة من الأيمان، واجعلهم في كتاب واحد. نعم،